ممارسة الرياضة في شهر رمضان. الرياضة الحقيقة عنصر رئيسي في المحافظة على الصحة. الرياضة من أهم الحاجات اللي احنا لو استخدمناها صح في شهر رمضان هنضمن صحتنا طوال العام التالي لشهر رمضان. الرياضة بتحتاج مننا ان احنا نبذل جهد عضلي، وبتحتاج مننا ان احنا ننتج طاقة، وبالتالي الجسم كان زي ما الناس عارفة طبعا بيستهلك أول حاجة المواد النشوية والسكرية، وبعدين لما تبتدي تنفذ يبتدي يلجأ لمخازن الطاقة اللي هي الدهون. لو أنا قدرت أمارس مجهود رياضي بسيط بالنسبة للشخص، ودايما بننصح بالمشي البطيء. المشي البطيء بيجبرني على اني ابذل مجهود وان عضلاتي تتحرك وتستهلك طاقه، نقوم نستنفذ كميه النشويات ببطء، واحنا اصلا في الفطار كلنا حبوب كامله فهتبقى موجوده عندنا طول النهار، وبعد نص ساعه بالظبط بيبتدي الكبد يغير نظام استخدام الطاقه، بدل ما هو معتمد على النشويات والسكريات بيبتدي يحول للدهون. اذا قدرنا نعمل كده خلال شهر رمضان هنبتدي نستهلك كمية من الدهون المخزنة في الجسم، وده يخلينا نطلع من شهر رمضان بنسب كوليسترول أقل ودهون متراكمة أقل، بشرط ان احنا نبذل هذا المجهود بطريقة منظمة يومية، وياريت قبل الفطار بساعة ننزل نمشي في حدود نص ساعة او اكتر طبقا للقدرة. ده هيؤدي لان معدلات استهلاك الطاقة تتغير وتسحب من الدهون اللي موجودة، وكده تبقى الرياضة أفادت. أما بالنسبة للممارسات الرياضية المحترفة أو العنيفة أو اللي بتحتاج لمجهود شاق وبيتسبب عنها عرق ونهجان، والمجهود ده ما ينفعش نعمله أثناء الصيام لأنه هيبقى غير ممكن أنك تكمل يوم صيامك بطريقة سليمة. المفروض أن أنا أأجل هذا النوع من المجهود لبعد الفطار، لبعد العشاء والتراويح، اكون كلت وهضمت والجسم ممتلئ بمواد منتجة للطاقة، او ما اقدر امارس كل انواع النشاط اللي انا بحبه ايا كان حجمها وشدتها. وعندنا الحمد لله الفترة الزمنية ما بين العشاء والفجر فترة طويلة جدا نقدر نمارس فيها احمال رياضية كبيرة جدا هنستفيد منها في ان احنا نبني عضلات ونحافظ على لياقتنا، سواء كان الممارس لهذه الرياضة محترف أو هاوي. المحافظة على الصحة مهمة جدا، وشهر رمضان ما هوش وسيلة للكسل والنوم، شهر رمضان وسيلة للاستفادة من النشاط في تخليص الجسم من الزوائد والمخزون والخلايا المريضة. في ظاهرة مشهورة جدا اسمها الأوتوفاج، يعني الجسم ياكل نفسه. ياكل نفسه ازاي؟ لما بتنقص المواد المنتجة للطاقة خلال شهر رمضان طوال فترة الصيام واحنا لا نفرط في الافطار، الجسم هنا بيستعيد عن هذه المواد الغذائية بانه ياخد الخلايا اللي ما بتقومش بوظيفتها كويس، الخلايا الكسلانة او العجوزة او المريضة او الخلايا السرطانية، يلتهمها ويكسرها ويهضمها وياخد منها البروتين اللي هو محتاجه والمية اللي هو محتاجها والأملاح اللي هو محتاجها، يديها لبقية الأنسجة السليمة، وبكده يبقى شهر رمضان برنامج علاجي مدته 30 يوم. ويا سلام لو نتبعه بستة من شوال نبقى كده نظفنا الجسم لمدة سنة كاملة. يوم الصيام الواحد بينظف 10 أيام في السنة، يبقى 30 يوم يدوني 300 يوم، وستة من شوال يبقى 360 يوم نظفنا الجسم 100%. من فضلك مارس رياضة في رمضان زي ما بتمارسها في غير رمضان. الناس بقى اللي ما بتمارسش رياضة خالص ما اقدرش انصحه انه يبتدي الرياضة في رمضان، لانه هيبقى ما عندوش تكيف فمش هيقدر، يكفيه
صلاة التراويح والمشي من البيت للمسجد. لكن الناس المحترفة اللي بتمارس رياضة 12 شهر في السنة، نصيحة استمر بنفس المعدلات بس غير مواعيدها. قبل الفطار مجهود بسيط ما يتسببش عنه تعرق ولا نهجان، بعد الفطار بعد صلاة العشاء والتراويح ابذل أقصى جهد تستطيعه بالمعدلات اللي انت متعود عليها. هنطلع من شهر رمضان أصحاء وفي حالة صحية عظيمة، وهنزود الكتلة العضلية، وده هيخلينا دائما في صحة وعافية. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.